تتواصل الانطلاقات، تتواصل التحديات، تتواصل الإبداعات. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، مع هذه الانطلاقات المتواصلة شوطنا الرابع عشر في مجموع أشواط صباح هذا اليوم، والشوط الرئيسي الأول للصعوب، أول تسجيل اسم في هذا العالم، عالم سباقات الهجن، مباشرة مع الصدارة، مباشرة مع المقدمة، مع النجمية. وهنالك مشاهدينا الأعزاء، ترجوم بن حمد بن ترجوم العامري يأتي على الصدارة ويقدم النجمية، بينما المركز الثاني هذه مياسة محمد الحبتور الدرعي يقدم شعاره. المركز الثالث، شوف الحضور وشوف الانضمام في هذا المسار من خلال تواجد مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، الشاهينية وراشد بن علي بن مفتاح الشامسي يقدم شعاره. باللوتية يقدم لنا انطلاقة الشاهينية محمد بن سالم باللوتية العامري، ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع المقدمة، نعود مع البداية. أول الأشواط، أول التحديات، أول الإبداعات للصعوب في صباح هذا اليوم. هذه النجمية، هذه النجمية بدأت تنطلق على الصدارة، أبدعت وحضرت في هذا المسار المستمر على مقدمة هذا الشوط. ترشوم بن حمد بن ترشوم، ترشوم بن حمد بن ترشوم يعلن بهذا الحضور. السوبر هادرك، السوبر هادرك يأتي بن ترشوم، بن ترشوم احد هنا ايضا، احد عمالقه التضمير، احد عمالقه ملاك الهجن. الله الله، ترشوم بن حمد بن ترشوم العامري، ودائما الاشبال تنتمي من اسدها. مشكور يا بن ترشوم، مشكور يا بن ترشوم، يتقدم ويبدع في صباح هذا اليوم. النقطه الرابعه، النقطه الرابعه لهذا الشعار، ومن له عوايد ما يخليها تسلم يمينك على هذا الابداع. المركز الثاني مياسة محمد بن حبتور الدرعي، المركز الثالث محمد بن سالم باللوتية العامري، دقيقتين تسع ثواني. هذا بن ترشوم، النقطة الرابعة مع بن ترشوم، ترشوم بن حمد بن ترشوم العامري أبدع بحضور نوعيات قوية في صباح هذا اليوم.